احنا نحاول كل شيء نخضعه للمعادلات المادية، هذا معناته إلغاء القاعدة التي يبتني عليها. في أوائل سورة البقرة: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. راجعوا تفسير المنار، تفسير المنار يحاول كل شيء غيبي في القرآن يؤوله، يحاول بشدة أن يؤول هذه، إنه جماعة ماتوا الله بعدين بعثهم، هذا فتشي مو خاضع للمعادلات العلمية. راجعوا تفسير المنار في قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، أنه ميت أخذوه وضربوه ببقرة، بقرة ميتة. القصة مذكورة، تفصيلها مو هدفي الآن. بمجرد ما ضربوه بالبقرة أو بالبقرة الميتة احتيى الميت، يحاول بكل قوة أن يأول هذه الآية. الجن غيبوا، الملائكة غيبوا، كم مكان أول، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. يحاول أحد المفسرين يقول هذه كانت ميكروبات، ما أدري ميكروبات فلان مرض، لاقي فد مرض ميكروبات تشبه الأبابيل. المهم تقول هاي الميكروبات انتشرت في هذا الجيش مرض وبائي ومات هذا الجيش. مع المسيح شنو تسوون؟ يحيي الموتى، يكمه الأكمه، يبرئ الأكمه والأبرص، يحيي الموتى بإذن الله، ينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أيضا يحاول تأويل. التأويل أو الإلغاء، القرآن ما يمكن إلغائه فيضطرون إلى تأويل. الأحاديث كلما يتمكنون يحاولون إلغائها، إنكارها. القرآن مشحون بالقضايا الغيبية من أوله إلى آخره،